بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن حقيقة تاريخية بقيت المعرفة بالبرق متواضعة حتى أواخر القرن العشرين، عندما اخترع العلماء الآلات التصوير الرقمية التي تلتقط أكثر من 1000 صورة في الثانية. عندها تمكن العلماء من معرفة بعض أسرار البرق، ولكن التفاصيل الدقيقة لا تزال مجهولة حتى الآن. والسؤال أين يحدث البرق؟ طبعا الجواب، يحتاج البرق لغيوم محددة تتشكل أثناء العواصف الرعدية، والله أعلم.